لنبتلعهم أحياء كالهاوي. في ناس بتتلذذ بالأذى، نبتلعهم أحياء كالهاوية، دي مؤامرة الشيطان طبعا. الشيطان عاوز كل الناس معاه في الهاوية، عاوزهم كلهم في الجحيم، يبلعهم في الجحيم. وصحاحا كالهابطين في الجب. يبقى برضو في حكمة هنا تاني، دايما بص نهاية الطريق المعروض عليك ايه. بداية زعلة بين أخ وأخو آخرتها ايه؟ تخسروا بعض، عيالكم يبعدوا عن بعض، نكد وقضايا، تخسروا السما انتوا الاثنين. بص للاول، ما تبصش على الاول، لا بص على الاخر. هابطين في الجب، يعني في سكك باينه انها عامله كده. طب انت لما تيجي عند حته عاليه كده وتحس انها هتعمل كده، مش تفرمل كويس؟ ازاي تبقى هابطين في الجب ومكمل؟ برضو القصه دي اقولها للبنات بالذات، اللي يجي شاب يتملقهن بكلام ناعم، ودي موجودة في المجتمع كتير برضو، تلاقي قال ايه، بحكم ان احنا يعني اتفتحنا على الغرب وبقينا ناس مودرن شوية، تلاقي الشباب يتكلموا بدون حدود مع البنات ويضحكوا زيادة وياخدوا على بعض زيادة. الحقيقة ده كل ده قلة حكم، لانه ده نوع من الميوعة. انت عاوز تتقدم للبنت دي، حدد موقفك، عاوزها تتكلم مع أهلها، تتكلم كلام في النور مباشر، مفيش معاكسات، مفيش استلطاف، تتعرفوا ببعض تحت عينين الكنيسة والأهل، موضوع يكمل خير، ما يكملش يبقى خير. إنما الناس ما بتعملش كده. دلوقتي الحكاية إيه؟ يلا نضحك ونتصاحب ونعلق المشاعر، نعلقها ونربط المشاعر جنبنا، وبعدين نسوق بقى، يعني إيه، نأخذهم إلى هابطين إلى الجب. ياما بنات بدون حكمة صدقوا مشاعر بتتقال لهم، تملق، مديح، مجاملات زيادة، وهم طيبين فافتكروا إن ده حب، ومشوا في المشوار ده واكتشفوا في الآخر إنه ده منتهى الأنانية، منتهى قلة الأمانة. يعني حاجة توجع، لأن في الآخر تكتشف إن هذا الشاب بيفكر في حد تاني، أو ما عندوش مشكلة يعيد نفس القصة مع تلات أربع بنات. طبعا دي ممكن تفضل قلقانة من الجواز طول العمر، ما هو أنت اديتي ودانك ليه من الأول؟ تبسطتي زيادة ليه؟ ما حطيتيش الحدود ليه؟ ما هو لازم يبقى كل إنسان حكيم له حدوده، يسمع مين، يتكلم مع مين، يكلم مع مين، يقول إيه وما يقولش إيه. لكن في ناس بتقول اي حاجه لاي حد في اي وقت، كل ده قله عقل. والزمن ده الحمد لله العقل واخد اجازه جامده.